بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم عبد الرحمن السلمان من قناة دحوم دي سفن. اليوم راح أشرح لكم لعبة ماينكرافت بناء على طلب الأخ العزيز هذا. والأخ العزيز هذا أنا أعتذر له أشد الاعتذار، طولت عليك، ما شرحت لك اللعبة اللي طلبتها مني، ولكن الظروف على قولتهم قاهرة. وأعتذر لأي شخص عندي في القناة، سواء ارسل لي تعليق او كومنت او اي شيء، انا اعتذر له اذا ما رديت عليه، ولكن بظروف غصب عني. اول شيء، المشكلة اللي ممكن راح تشوفونها اللي هو الانترنت ضعيف، وانا اطارد على الشركة اشوف ايش مشكلة الانترنت. والمشكلة الثانية، عندي في المدرسة بعض المشاكل، فهذه الأشياء خلتني أتأخر، فأتمنى أنكم تعذروني. وشكرا، أنا بطول عليكم بعد ثانية في المقطع الفيديو. يلا مو مشكلة، نبدأ الشرح. طبعا عشان تلعب ماينكرافت لازم تسجل في الموقع، فأنا فتحته من قبل. طبعا طريقة التسجيل في الموقع، تضغط على هذه الكلمة إن شاء الله، بس ما يطول يعني، شوفت عينكم، النت جدا تعبان، ولكن يعني لابد ان نصبر شوي. طيب، يجيك هنا التسجيل في اللعبة. طبعا هنا تحط الايميل حقك، هنا تحط الباسورد، وهنا تكرر الباسورد. طبعا تضغط صح اذا كنت انت يعني تبغى الأخبار والتحديثات حقتهم، يعني يقول لك أو ترجمتها إذا ما كنت غلطان: أنا سعيد بتلقي الأخبار والتحديثات اللي هي تبع ماينكرافت. طبعا المهم، ما علينا. طبعا لازم يكون عمرك فوق 13 سنة زي ما كاتبين. طبعا تسجل اسمك الأول واسمك الثاني وتاريخ الميلاد، اليوم، الشهر، السنة. طبعا لابد انك تحط هذه الثلاث اسئلة، يعني مثلا هذا ظاهر ترجمته، هذا ترجمته وطلع ما اسم الكاتب المفضل لديك، وهذا ما اسم الفنان المفضل لديك، وهذا اسم المطعم المفضل لديك. طبعا كل واحد له حرية اختيار سؤاله السري. بعد كذا تضغط صح هنا وتوافق او تقول لها يعني انطلق في التسجيل. بيطلع لك او بيرسل لك رسالة على الايميل اللي انت حاطه. بعد ما يرسل لك رسالة، تضغط على الرابط اللي بيعطيك اياه. طبعا بعد ما تخلص، روح على اللي هو راب او موقع اللعبة وقل له لوج ان، وحط اللي هو الايميل حقك والباسورد. يا ليل النت، لازم نصبر شوي. طيب الان هو سجل وخلص. طيب الحين ما علينا منه. الحين انا بحط لكم رابط شو اسمه، اللهم صل على محمد، هذا الملف. طبعا مساحته جدا صغيرة، يعني 153 كيلو بايت، يعني حتى لو نتك ابطأ نت بتحمله على طول. شو اسمه، تضغط بس عليه ضغطتين يشتغل معاك. تحط اللي هو اليوزر نيم، نحطه اللي هو الايميل. وهنا تحط الباسورد. وانتر، وتضغط على هذه، او عفوا بلاي،
تشتغل معاك اللعبة. تمام، كبر اللعبة واشتغل. والله ما ادري، ترى انا اصلا ترى ما لي في اللعبة ولا لي شي فيها، بس اطقطق فيها طقطقة. بس انا اللي يلعب فيها اخوي الصغير، بس انا ما لي هواية في الالعاب دي ابدا، يعني حتى الالعاب اللي العبها ما لي هواية فيها اصلا. طبعا هذا كل شيء، وطبعا لا تنسون تسوون سبسكرايب ولايك وتسوون شير للمقطع على الفيسبوك وتويتر وجوجل بلس، ولا تنسون إضافة المقطع إلى الفوفرت، ولا تنسون تسوون فولو على تويتر. ودعمكم لي هو دليل على استمراري، وفي أمان الله.